قلقني سلك و خلاني تحيسين ليه. فيني هذا مرحبا متتبعي طنجة نيوز الأوفياء. كما كتشوفوا حنا باب سبتة كاين واحد الصنفر أمني كبير في باب سبتة. كنا الآن دابا عاد داخل سبتة، أجواء عادية، كنشوفوا الصنفر الكبير باب سبتة. كما كتشوفوا جميع السلطات المتواجدة هنايا بما فيهم الوقاية المدنية، الأمن الوطني. كما كتشوفوا معنا كاين حافلات بالنسبة كاين حافلات هنايا، كاين نقلوا كما قلنا لكم دابا عاد كاين الصنفر أمني قوي، جميع السلطات كتواجد باب سبتة هنايا. تم الاعتقاد مئات الشباب اللي كانوا كيحاولوا الهجرة السرية أو الحريق. كنشوفوا استعدادات أمنية بعد ما وصلت واحد الرئيس. كما كتشوفوا معنا الصنفر كبير باب سبتة. الشمع مدني. رسالة ديالي. شتي دابا يخرجوا من الحملة؟ الطور ديالي فين؟ كتشوفوا معنا جميع السلطات مستنفرة من أجل توقيف أي شخص حاول الهجرة السرية. كما تم ضبط المئات ديال الشباب محاولين الهجرة السرية. توصلنا أيضا أن الوالي
التاجي حضر الى عين مكان لمراقبه الوضع بباب سبتة معاينه الحاله. كما كتشوفوا معنا كاين واحد الاستنفار كبير ديال الامن. الاستنفار ماشي غير باب سبتة حتى كما كتشوف معنا في الجبال المجاوره لباب سبتة كيمتد لبليوناش وشاطئ الفنيدق ايضا. كما ان هناك الاستعانه بطائرات الدرون لمراقبه الاوضاع في باب سبتة. ابراهيم ارانا شي تصريحه خايفه لا انت حيت واخا كما كتشوفوا معنا هناك تأهب واستعدادات لرجال الأمن لمواجهة محاولة الهجرة السرية. توصلوا قبل قليل أن هناك بعض الأشخاص يحاولون الهجرة السرية. سوفيا سالين ها جمع الدورة جمع الروبوان على
مغادرة بلده بأي طريقة حتى لو كانت فيها مخاطرة كبيرة على الذات وعلى الوالدين. فبل كما كتشوفوا معنا لازالت الحافلات تعمل على نقل الأشخاص الذين حاولوا الهجرة السرية. كما كتشوفوا معنا Mm-hmm.